السلام عليكم، الله يعطيكم ألف عافية. اليوم 15/3/2021. منتابع بالبداية المحاضرة السابقة عن اقتران دلتا ديراك. بعد ذلك ننتقل لموضوع جديد اللي هو حل المعادلات التفاضلية باستخدام المتسلسلات. طيب، خلينا نعمل شير للصفحة اللي عندنا اللوح. بسم الله. طيب، تمام. اللوح واضح صح؟ مبين عندكم صح يا جماعة؟ واضح اللوح عندكم مبين؟ دكتور. تمام. خلاص، أنا نيجي على اللوح. يعني لأنه في طلاب بحاول أدخلهم على المحاضرة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة السابقة حسن محمد معي؟ مين يتبرع اعطيه الاكسس انه يصير يقدر يدخل الطلاب اللي بدهم يدخلوا؟ طيب، تمام، خلاص، خلينا نرجع اذا للمحاضره. مش ملحق عليهم دخول للمحاضره، بس دقيقه شوي. اوكي، طيب. إذا المحاضرة السابقة بدأنا بموضوع اللي هو اقتران دلتا ديراك. نوضح بشكل أكثر شو معنى ديراك دلتا فانكشن. طبعا احنا أخذنا هذا المثال as a sequence، قلنا هذا اليونت امبلس اللي هو نبضة الوحدة، يعني المساحة تحت واحد، تمثل من خلال هذه السيكونس المكتوبة عندنا دلتا A of X، وإذا بتعتمد على A. هذا ليس الديراك دلتا فانكشن، ولكن عندما A تذهب إلى الصفر سوف نحصل على ما يسمى بالديراك دلتا فانكشن، لأنه بالشكل المألوف عندنا هون لا يمثل دلتا فانكشن. ليش؟ لأنه له قيمة على فترة وليس عند نقطة واحدة فقط. طيب، إذا بينا طبعاً هذا، رسمنا هذا this unit impulse، إذا رسمناها لقيم A مختلفة، خلينا نأخذ الـ A أول شيء اللي هي طول الصندوق أو طول الـ width للشكل الموجود عندنا هو 2A، يعني إذا A أخذناها نص هي بتكون من ناقص نص لنص، إذا كانت واحد من ناقص واحد لواحد. بعدين نصير نضيق في اللي هو الشكل اللي عندنا وناخذ الـ A أصغر من النص، ربع، ثمن، إلى آخره. طبعاً الارتفاع شو بده يصير فيه؟ بده يزيد زي ما بينا المحاضرة السابقة، بحيث تبقى المساحة تحت المنحنى تساوي واحد. تمام؟ طيب، كويس. الآن خلينا ناخذ الحالة عندما A تذهب للصفر. عندما A تذهب للصفر راح طبعاً شو يكون عندنا؟ الويدث صغير جداً، السمك عندنا قليل جداً، يؤول للصفر، والارتفاع
بما أنه الودث يقول للصفر فالارتفاع لازم يقول للمالا نهاية. في هذه الحالة نحصل على ما يسمى بالديراك دلتا فانكشن. إذا هذا الإمبلس فانكشن أو اليونت إمبلس فانكشن هذا بسموه اقتران نبضة، نبضة الوحدة. ليش؟ لأنه طول المساحة تحتيه واحد يونت، يونيتي 1 ماشي، فهي على شكل إمبلس، ونخليها عند لحظة زمنية أو عند موضع معين X يساوي 0 بالضبط، إني أخلي الـ A تذهب للصفر. في هذه الحالة نحصل على ما يسمى بالديراك دلتا فانكشن. وشفنا خصائص المحاضرة السابقة الموجودة أمامنا، فهذا تقريبا لو بدي أرسمه هيك بكون شكل الديراك دلتا فانكشن. حتى هذا السمك بكون أقل بكثير، يعني هاي المساحة اللي مبينة هون هي أقل بكثير، وهذا بروح للما لا نهاية. إذا من خصائص الديراك دلتا فانكشن إنه it is very narrow. تمام، هاي الخاصية الأولى. والخاصية الثانية very sharp. شو يعني very narrow؟ يعني الويدث عندنا هاي مقصود فيها إنه الويدث العرض تبع الموج ال distribution توزيع عندنا يقول للصفر، وال very sharp يعني حاد جدا، يعني الهايت الهايت يقول للما لا نهاية، بحيث تبقى المساحة تحته شو يساوي؟ يساوي واحد. تمام؟ طيب، وبالتالي الديراك دلتا فانكشن اللي حصلنا عليه هو دائما صفر إلا عند الصفر هون، والمساحة تحته واحد، يعني المساحة التكامل يساوي هو المساحة واحد. وإذا ضربنا الدلتا فانكشن في اقتران معين راح يعطينا قيمة، بيعمل فلتر لذلك الفانكشن عند x يساوي 0، فلترة عند x يساوي 0. ليش؟ لأنه أنت بدك تكامل هاي الكمية، افترض أنه في عندك اقتران ثاني هيو بدك تضرب فيه، فالدلتا فانكشن صفر في كل مكان تايمز ذيس فانكشن بيعطينا صفر، إلا عندما ال x تساوي 0 الدلتا فانكشن له قيمة وال f of x له قيمة معينة، فبالتالي قيمة التكامل هي صورة ذلك الاقتران عند النقطة صفر. طيب، إذا كان عندنا الديراك دلتا فانكشن ليس متمركزا حول الصفر، حول نقطة معينة x يساوي مثلا x0 بدلا من 0، نفس الشيء ما علينا إلا نعمل شفت إزاحة يصير x minus x0 وهكذا، ويكون قيمة الفانكشن عندما x يساوي x0. هذا المثال اللي هي واحد مأخوذة. نأخذ القاعدة العامة. المحاضرة السابقة، خلينا نعطيكم الدوكيمنت الثاني أفضل من هاي، صورة فيها أمثلة محلولة. طبعا هذول موجودات على المودل، نزل لكم اياهم على المودل عندكم، واضحات صح؟ نبدأ بهاي الصفحة، خط اليد مكتوبات. أخذنا القاعدة المحاضرة السابقة إنه الديراك دلتا فانكشن، أنا بالنهاية حتى أحسب تكاملات، مثلا تكامل f of x دلتا of x minus x0 شو يساوي dx، حيث طبعا x0 تكون داخل الفترة الموجودة هون، تساوي f of x0. حتى أستخدم هذه القاعدة يجب أن يكون الدلتا فانكشن اللي داخله هون شو يكون؟ خطي، ومعامل x واحد، يعني لازم يكون دلتا of x معامله واحد ماينس ثابت ل x0. طب في هاي الحالة عندنا ال x سكوير ماينس a سكوير ليس خطيا. الطريقة لعمل ذلك أن نستخدم القاعدة الموجودة أمامنا، أن نقول واحد على اثنين قيمة المطلقة لل a، حيث ال a اللي هي جذر الاقتران الموجود داخل الدلتا فانكشن، فبيطلع لنا بما أنه معادلة تربيعية لها جذران، نأخذ الجذر الأول عند x يساوي a و x بلس a، فهي القاعدة اللي عندنا. طيب، ماذا لو كان الاقتران اللي عندي هون ليس تربيعيا، تكعيبيا، قوة 6، قوة 7، أي فانكشن بدك إياه؟ هاي الحالة القاعدة بنعممها على الشكل الآتي، إنه دلتا لو كان عندي اقتران معين g of x مثلا نكتبه على هذا الشكل، هي مجموع دلتا of x minus xi على القيمة المطلقة نجي الاقتران اللي هون بشتقه وبعوض فيه xi. طيب، ما هي ال xi؟
الاكس اي هي جذور ذلك الاختبار جي اوف اكس، حيث اكس اي هي جذور روتس اوف اف اوف اكس. تمام، واضح؟ طيب كويس، كتطبيق عليها، سامعيني انتم صح؟ دكتور تمام، كتطبيق عليها ناخذ هذا المثال، القاعده اللي اخذناها قبل شوي، جي اوف اكس كتطبيق عليها، مين يقول لي شو جي اوف اكس بهاي الحاله؟ مثال نكمل هون عشان نشوف. لو اخذنا المثال اللي اعطيتكم قاعدته جاهزه، نشوف كيف نطبقها هون. اكزامبل، عندي دلتا اوف اكس سكوير ماينس اي سكوير، هذا بنعرف كيف ينكتب بشكل نعمله على شكل دلتا اوف لينير فانكشن اكس ماينس اكس اي. طيب بهاي الحاله جي اوف اكس ميز بين الاقتران اللي داخل الدلتا واللي خارجه، اللي خارجه ما بنعمل فيه ولا شيء، فقط بنعوض فيه الجذور، بينما احنا بدنا نشتغل الان على الدلتا نفسها. فجي اوف اكس هي اكس سكوير ماينس اي سكوير. حتى استخدم هاي القاعده يلزمني الجذور. شو يعني جذر الاقتران؟ ان احل المعادله جي اوف اكس يساوي زيرو، يعني بساوي بالصفر. هاي الحاله مين يحكي لي شو الجذر عندي يساوي؟ زائد او ناقص اي. ببساطه معناها الجذر الاول هو اي، الجذر الثاني هو سالب اي. بعد ذلك شو بحتاج؟ المشتقة. المشتقة. طيب ممتاز، المشتقة اللي عندي هيها جي فتحة اوف اكس الاقتران. اذا اول شيء بوجد الجذور، ثاني شغلة بحسب الفانكشن مشتقته هي 2x. طيب بعد ما اوجد المشتقة شو بعوض؟ الجذر والجمع على الجذور، معناها كم حد عندي هون بما انه جذرين؟ 2. فبعوض الجذر الاول جي فتحة اوف اكس 1، زي كأني شو بحط؟ شو هي الاكس 1 لي اي تساوي 2a، وجي فتحة مشتقة عند اكس 2 الجذر الثاني بعوض 2 في a، 2 في سالب a، اكس 2 مطلع عندي ايش؟ سالب 2a. واضح؟ الان بستخدم القاعدة هاي، نستخدم القاعدة. القاعدة شو بتحكي؟ انه دلتا جي اوف اكس الاقتران اللي عندي الجمع على الجذور، بما اني عندي جذرين فقط فالجمع لازم بكون في حدين. فاول شغلة بنعملها بنعوض دلتا اوف اكس ماينس الجذر الاول مين هو؟ اي ماينس اي على القيمة المطلقة، لا تنسى القيمة المطلقة. المشتقة، المشتقة صورة الجذر بالمشتقة للاقتران جي اللي قديش طلعناها 2a، هاي على 2a زائد هذا جمع الجذر اللي بعده دلتا اوف اكس ماينس ماينس a هذا الجذر الثاني على القيمة المطلقة، لا قيمة المشتقة عند الجذر الثاني اللي قديش طلعنا؟ ناقص 2a، ناقص 2a قيمة مطلقة. الآن ببسط، شو القيمة المطلقة لناقص 2a؟ 2a بالشرط طبعا انه الـ a انا هون بدي اخذها اكبر من صفر. فالقيمة المطلقة لـ 2a كمان موجودة هون كمان هي 2a. شو بقدر اعمل فيهم؟ طلعهم عامل مشترك، فايش بيطلع عندي؟ 1 على 2a القيمة المطلقة، خليها إذا بكيش خليها 2a كقيمة مطلقة. نفتح قوس دلتا اوف x ناقص a زائد دلتا اوف x ناقص ناقص بصير x زائد a، وهي نفس القاعدة اللي كتبناها بالبداية. إذا القاعدة اللي كتبناها المحاضرة السابقة أو اليوم قبل شوي هيها، هي حالة خاصة من القاعدة العامة هاي.
اما يكون عندي الفانكشن جي اوف اكس هو اكس اوف بي ماينس ايت اوف بي. طيب الان نطبق على مثال ثاني، نطبق على مثال ثاني. مثال الثاني خلينا ناخذ عندي فانكشن اكس تكعيب ناقص 6 اكس سكوير بلس 11 اكس ماينس 6، لان بدي احوله لشيء يكون خطي بدلاله دلتا فانكشنز، ويكون الارجيومنت الموجود داخلها خطيا. اول شغله بعرف مين الاقتران جي اوف اكس، من هو الاقتران جي اوف اكس؟ هو الموجود داخل الدلتا فانكشن، هو x تكعيب ماينس 6 x سكوير بلس 11 x ماينس 6. تمام؟ بحاول اوجد الان بعد ذلك جذور الاقتران جي. اذا الخطوه الاولى اجد جذور الاقتران جي. طبعا هذا المثال انا جهزته بحيث انه يكون عندنا بقدر اعمله على شكل فاكتورز x ماينس a x عفوا x ماينس 1 x ماينس 2 في x ماينس 3. يعني اذا ضربت هذول الاقواس بيعطينا نفس الكميه اللي هون. مش دائما تقدر تعمله مباشر، ولكن انا هون للتوضيح اعطيتك اياه. طيب كويس، مين يحكي لي ما هي الجذور؟ بساوي بالصفر. متى يساوي زيرو؟ عندما اكس يساوي واحد او اثنين او ثلاث. اذا لدينا ثلاثه جذور. واضح؟ عندنا ثلاث جذور لهذا المثال. انا بتوقع كم حد عندي من هاي المتسلسله؟ ثلاث. قبل شوي كان عندي جذرين طلع اثنين، هسه عندي ثلاث، بتوقع ثلاث حدود. نكمل المثال هون. بعد ذلك بوجد المشتقه للاقتران جي. شو مشتقته؟ 3 اكس ار بي ماينس 12 اكس زائد 11. فالان بعوض الجذر الاول بالمشتقه، دير بالك بنعوض داخل المشتقه الجذور مش داخل الاقتران. في ناس بعوضوا داخل الاقتران، اصلا داخل الاقتران معطينا صفر، ما بصيرش. بعد ما تشتقوا بتعوض الجذور. فعندي الجذر الاول x1 اللي يساوي 1 بيطلع الجواب 2 اذا بتعوض بالمشتقه اللي هي. هاي 1، هاي الجذر الثاني، وهذا الجذر الثالث. هاي قيمهم. ببساطه الان بطبق القاعده، هي مجموع دلتا اوف x ماينس xi على المشتقة للجي عند كل من هذه الجذور، ويساوي الجذر الأول اللي هو سميته واحد، أي واحد هذا، فمنعوضه بصير دلتا إكس ماينس واحد على القيمة المطلقة للمشتقة عند الواحد اللي هي اثنين، زائد إكس ماينس الجذر الثاني اللي هي اثنين مقسوم على القيمة المطلقة لقيمة المشتقة عند الجذر الثاني اللي ناقص واحد قيمة مطلقة، زائد دلتا اوف اكس ناقص الجذر الثالث اللي هو ثلاث على القيمة المطلقة للثلاث. لاحظ إذا بتنسى القيمة المطلقة بيطلع هون سالب، بيطلع كل شغلك غلط. فالآن بصير عندي دلتا اكس ماينس واحد على نص، زائد الجذر السالب هاي اختفت، بيضل عندي دلتا اكس ماينس اثنين زائد ثلث دلتا اكس ماينس ثلاث. هيك حولت الدلتا اوف جي اوف اكس هذا الى بدلاله دلتا فانكشن، ولكن الارجيومنت اللي عندي شو بكونوا؟ خطيات. مثال اذا بدك تكمل مثلا كتطبيق عليها، افترض اني طلبت منك تعمل هذا التكامل. طبعا تاكد دائما من حساباتي انها صحيحه لاني بعملها بشكل سريع. فعندنا هون اكس سكوير ماي بلس 1 دلتا الاقتران هذا، تمام؟ للآن إذا بطبق القاعدة اللي أخذناها اليوم أو المحاضرة السابقة ما بقدر. ليش؟ لأنه هذا الفانكشن ليس خطيا. طيب شو بعمل؟ بحول هذا الدلتا فانكشن، this delta function in terms of delta function with linear arguments. لحسن حظنا الدلتا فانكشن لهذا الاقتران عملناه قبل شوي، هي موجوده، بعوضه بدل هاي. في طلاب بغلطوا بفكروا هذا جي اوف اكس، هذا ولا بنعمل فيه شيء، بس بعوض فيه الجذور الموجوده فقط، مش هو اللي بشتقه وبساويه بالصفر. فانتبهوا، هو داخل الدلتا فانكشن، هذا اللي بهمني اطبق عليه القاعده هاي. الان للتكاملات حولت الدلتا فانكشن، بعوضه هون في اكس سكوير زائد واحد. اما نعوضه، لان الجذر الاول واحد هل هو داخل هذه الفتره؟ نعم.
يعطيني نص دلتا اكس ماينس 1 في اكس تربيع زائد 1، بعوض الاكس تربيع زائد 1 بعوض صوره الواحد فيها. هسه الاثنين بدي الان خلينا نزيدها هون، بديش احطها لما تكون على الحدود بالضبط، خلينا هون نقول لخمسه. خلينا نحكي لخمسه عشان نتخلص من انه قيمه عند الحد بالضبط بدناش نتعامل معها، لانه اثنين جاي على الحد بالضبط. خلينا نقول لخمسه او لا لاثنين ونص. لاثنين ونص، الاثنين موجوده داخل الاثنين ونص، من صفر لاثنين ونص، معناه الدلتا فانكشن بضرب الاكس تربيع زائد واحد في الدلتا اكس ماينس 2 تكامله هي قيمه الاكس تربيع زائد واحد عند الاثنين. الجذر الثالث ذو الثلاث خارج هاي الفتره، وبالتالي هذا قديش بيكون التكامل عليه؟ صفر، ما بنحسبهوش. تمام؟ فلذلك انا بفضل انك تحل هذا المثال وتعمل مثال من عقلك انت لحالك لوحدك، وحتى تفهم كيف تطبق القاعده الموجوده امامكم، وهي بسيطه جدا. اوكي، حدا عنده سؤال عليهم؟ اتوقع انهم واضحات، ما فيهم اي تعقيد. اليوم بدنا نعطي بس مقدمة بسيطة عن اللي هي حل المعادلات التفاضلية باستخدام المتسلسلات. حل المعادلات التفاضلية باستخدام المتسلسلات. بتوقع انه كلكم اخذتوا مساق معادلات تفاضلية من قسم الرياضيات، وعندكم خلفية جيدة عن موضوع المعادلات التفاضلية واهميتها في العلوم كشكل عام وفي الفيزياء. كشكل عام معظم الظواهر الفيزيائية، معظمها أو إذا ما نوصف إشي فيزيائيا نستخدم معادلات تفاضلية، لأنه شو أنت بدك توصف شغلة كيف تتغير إشي مع إشي معين، كمية فيزيائية مع كمية ثانية، معناها في عندك مشتقات، كيف هاي المشتقات ترتبط مع بعض مع الظاهرة الفيزيائية أو الوصف الفيزيائي اللي بدك تعمله يكون من خلال معادلات تفاضلية. على سبيل المثال قانون نيوتن من حيث المبدأ اللي كلكم بتعرفوه هو معادلة تفاضلية بتقدر تخيله. ليش؟ لأنه إحنا عندك مجموع القوى F، أنت ببساطة كنت تكتبها M في A، ولكن هي أكثر من ذلك، هي الأصل أنك تكتبها dB by dt، هذا هو قانون نيوتن الثاني بشكله الصحيح، معدل تغير في الزخم، معناه في عندك كمية بدك تشتقها بالنسبة للزمن تساويها بشيء معين، معناها ممكن تعتبرها معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى. حتى إذا حولتها كتبت القانون بدلالة أما تكون الكتل ثابتة على الشكل M D2X by DT square كذلك هي معادلة تفاضلية. بالكوانتم ميكانيكس، الكوانتم ميكانيكس المعادلة الأساسية هناك معادلة شرودنجر كلكم تعرفوها أو سمعتوا عنها، وهي معادلة تفاضلية. أما أخذتوا اهتزاز وأمواج كان عندكم معادلة هامة جدا اللي هي D2Y by DT square plus أوميجا تربيع Y يساوي 0، اللي بتوصف اهتزاز مثلا الهزاز التوافقي أو الأمواج كشكل عام، هي معادلة تفاضلية. فمعادلات ماكسويل اللي بتوصف الظواهر الكهرومغناطيسية، قانون كولومب، قانون غاوس، قانون بيو أنسافارت إلى آخره، كنت تشوفهم بشكلهم التكاملي، ولكن كذلك يمكن كتابتهم بدلالة على شكل بشكل التفاضلي على شكل معادلات تفاضلية. فإن جنرال المعادلات التفاضلية بتلعب دور مهم وين؟ في الفيزياء. إحنا مش بصدد هون نتعلم كيف نحل المعادلات التفاضلية، بس نراجع شوي طريقة تعلمتوها في مساق المعادلات التفاضلية، حل المعادلات باستخدام المتسلسلات. يعني المعادلة التفاضلية بكون في لها حل بطرق مختلفة. واحدة من الطرق اللي احنا راح تمر معكم انتم بالفيزياء اللي هي حلها باستخدام المتسلسلات. تمام؟ اتوقع سمعتوا عنها صح؟ اذا زي ما حكينا كثير من المعادلات التفاضلية المسائل الفيزيائية يتم وصفها من خلال معادلات تفاضلية.
هون راح نتعلم طريقة اسمها باستخدام المتسلسلات، أو لقدام شوي راح نصير نسميها نسبة للشخص اللي ابتكرها اللي هو فروبينيوس ميثود، طريقة مين؟ فروبينيوس. هاي عندنا معادلة تفاضلية. عادة المعادلات التفاضلية اللي على الأقل اللي بتاخذوهم أنتم على مستوى البكالوريوس معادلة تفاضلية من الرتبة الثانية. يعني ما جرت العادة أن نتعامل مع معادلات تفاضلية من الرتبة الثالثة والرابعة في المساقات التدريسية. عفوا خلنا نشوف مين الطلاب بعدهم ما دخلوا. للطلاب اللي بتيجوا متأخرين شوي حاولوا تكونوا اون تايم. طيب حتى نتعلم كيف هاي الطريقة، بجوز بديتوا بالمساق الريال الفيزياء الريال المعادلات التفاضلية، انك تفترض انه الحل اللي عندي، الحل مين هو الحل لهاي المعادلة اللي هو واي، هذا واي نكتبه على شكل متسلسلة، متسلسلة ايش؟ قوى، power series. طبعا power series متسلسلة قوى انك تكتبه على شكل ثابت في x قوى n، او اذا بدك الاكسبانشن النشر حول نقطة اسمها x0 بدلا من 0، بدلا من x0 تساوي 0 حول اي نقطة، فيكتب على تكتب متسلسلة القوى على ذلك الشكل. تمام. الان انا بدي افترض انه انا الحل اللي عندي لهذه المعادلة استطيع ان اكتبه على شكل متسلسلة قوى. الحل هو اقتران function y y of x، اي function f of x which is good will behave، اي اقتران حسن السلوك ما فيهوش مشاكل ومتصل بقدر اكتبه على شكل متسلسلة. فحل هذه المعادلة هو اقتران y of x، زي كأنه اقتران اسمه f of x بس اسمه y of x، فاستطيع انه اكتبه على شكل متسلسلة على الشكل الآتي، متسلسلة قوى. شو بنسميها؟ متسلسلة قوى، power series. طيب تمام، مين يحكي لي إذا كان هذا حل فعلا مين لازم يحقق؟ لازم يحقق مين؟ المعادلة التفاضلية اللي احنا بصدد حلها، صح؟ ليش نايمين؟ مين يقول لي؟ مين يحكي لي شيء؟ مين لازم تحقق هاي الواي؟ أنادي على الأسماء. وينكو؟ مالكم مستحيين أو خايفين؟ احكوا، جاوبوا. شكرا، ما فيش حدا معي. لا معك دكتور. ليش ما بتجاوبوا؟ ليش مستحيين؟ بدي أسمع صوت، بدي تحكوا، تتفاعلوا. بداية الفصل كنتوا تتفاعلوا مظبوط وتجاوبوا، الفصل الماضي كان طلاب يجاوبوا ويحكوا. بديش أضلك ساكت، بدي تجاوب وتسأل. تمام، أنا موجود عشان لعدل، غير ذلك بسجل المحاضرة فيش داعي تيجي وبنزل لك إياها، صح؟ نشوف الهدف، الهدف أنكم تتفاعلوا معي. تمام، لا تستحي، ما حداش منا شايف الثاني، أنا الوحيد اللي حاط الكاميرا، مش طالب منكم تحطوا كاميرات، فذلك ما حداش شايفك، احكي واسأل، أنا موجود هون عشان أجاوب على أسئلتك. تمام؟ طيب خلينا نرجع لهون. إذا مين يحكي لي إذا افترضت إنه أنا عندي حل زي هيك لازم أحقق مين؟ المعادلة، صح؟ طيب إذا بحققها معناها بدي أعوض وأشوف شو المجهول هون بالواي. أنا بدي أكتب على شكل متسلسلة، المجهول فيها، المجهول فيها هو AN، هذول الثوابت، الثوابت هذول بسميهم معاملات المتسلسلة أو معاملات النشر expansion أو series terms، معاملات المتسلسلة أو expansion coefficients، هذول الأسماء بدكم تحفظوهم من الآن، expansion، expansion يعني زي نشر متسلسلة، coefficients المعاملات. تمام، طيب الآن بدي أعوض بدلا من y، ولازم أعوض بدلا من المشتقة وبدلا من المشتقة الثانية. واضح؟ لأن المشتقة الأولى ببساطة
اشتق المتسلسلة A N ثابت، شو مشتقة X قوى N؟ طبعا نشتق بالنسبة لل X، هي X قوى N minus 1 وبتنزل ال N تحت، وبصير N A N X قوى N minus 1. لأن المشتقة الثانية طبعا بدأ العداد منين؟ من الواحد. هاي الطريقة اللي تعلمتوها عادة وين؟ بمعادلات تفاضلية. الآن المشتقة الثانية هي أن تشتق المشتقة الأولى، إذا هي n في n minus 1، هاي ال n minus 1 تنزل تحت، في a n موجود، x قوى n minus 2، صارت المتسلسلة تبدأ منين؟ من 2. واضح؟ طيب بيقول لي ليش بدأت من الواحد؟ لأنه لو خليتها من الصفر ما بيأثر شيء، ليش؟ إذا خليتها من n يساوي 0، الحد الأول صفر، لأنه ال n نزلت هون، فإذا الـ n من صفر بدك تعوض n 0، شو بيطلع الحد؟ الأول صفر، فلذلك ببدأها من واحد. طب ليش بديناها من اثنين؟ لنفس السبب. إذا حطيت الـ n صفر بيعطينا 0، إذا حطيت الـ n واحد بصير واحد ناقص واحد كمان صفر. فلذلك منين تبدأ المتسلسلة؟ بتصير عندنا من اثنين. الآن بعد ذلك بعوض y y برايم y دبليو برايم وين؟ في المعادلة التفاضلية. وبحاول أوجد قيمة الـ ANs الثوابت الموجودات أمامنا. طبعاً دير بالك هاي الـ A2 والـ A1 والـ A0 هذول ما إلهم علاقة بالـ AN تسميات، يعني هون أنا كان المفروض أسميهم مثلاً P و Q إلى آخره. أفضل إشي حتى نفهم الطريقة أن نأخذ إيش؟ مثال، نأخذ هاي المعادلة التفاضلية، هاي موجودة بالكتاب ميري بوز صفحة 563 إذا بدك ترجع للكتاب تقريبا. هاي معادلة تفاضلية من الرتبة الأولى، طبعا حلها بإمكانك تحلها مباشرة، ولكن احنا بنحلها باستخدام متسلسلات، يعني بالفصل تقسم على y تضرب دي اكس هون بتكاملها بيطلع الجواب معك، ولكن احنا بنحلها باستخدام ماذا؟ المتسلسلات. شو الخطوة الأولى؟ بفترض إنه في عندي حل y of x يساوي مجموع a n x قوى n من n يساوي 0 up to infinity. هاي الخطوة الأولى، دعوت بدال الحل اللي أنا بدي إياه y. بعد ذلك بلزمني المشتقة، فاشتق الاقتران عند المتسلسل اللي عندي power series، هاي الافتراضية، فهي مجموع من n يساوي 1 n a n x قوى n minus 1. شو بعمل فيهم؟ بعوضهم بالمعادلة، بعوض هون بدل y والمشتقة الأولى بعوضها هون، فبنحصل على الشكل هذا ببساطة. والاثنين x ما دخلها، بتضلها خارج المتسلسلة، لأن بإمكانك تدخل x هون بالداخل تجمعها مع الأس الموجود هون. واضح؟ هاي الطريقة أخذتوها وين؟ في معادلات تفاضلية. مين ما أخذش معادلات تفاضلية بعده؟ أنا دكتور ما أخذتها. ليش بعدك ما أخذتيها؟ متأخر شوي، ولا أنت أي سنة؟ سنة ثانية دكتور. ثانية، معادلات تفاضلية إجبارية فأتوقع صح؟ بالخطة، فمفروض أنك أخذتوها قبل يعني. طيب تمام، مش مشكلة. أنا الآن مين المجهول أنا عندي هون؟ المجهول اللي هو AN، لأنه الحل عندي هيه. إذا بدي أوجده الـ X هو المتغير، الـ N عداد، مين بضل عندي مجهول؟ AN. فهدفي أني أوجد قيم الـ AN، A0، A1، A2، قديش المعاملات المتسلسلة الموجودة عندنا. إذا عرفتهم بكون أنا عرفت كل شيء. طبعاً ليس شرطاً أن تجدهم كلهم، وإنما أن تكتبهم بدلالة واحدة منهم، مثلاً بدلالة الـ A0 بصير، يعني تكتب A1 و A2 و A3 كلهم دلالة A0 أو بدلالة شيء معين، بس بالنهاية يظل عندك ثابت واحد. الآن من المساواة اللي عندي اللي هون بإمكاني أستنتج إنه الـ A1 يساوي 0. ليش؟ خلينا نعيد صياغتها، هاي هاي هي نفسها تساوي مجموع عشان تشوفوها أكثر 2 AN X قوى N زائد 1 من N يساوي 0 up to infinity. ليش؟ دخلت الـ X هون فبصير x قوى n زائد 1. لاحظ الـ x اللي دخلته ما له علاقة، أي شيء ليس له علاقة بالـ n تستطيع أن تدخله داخل المتسلسلة.
إذا أصبح عندي المتسلسلة n a n x هو n minus 1 يساوي مجموع 2 a n x هو n زائد 1 من n يساوي 0. هاي المتسلسلة صحيحة لكل قيم x. طيب كويس، بما أنه في عندي مساواة لازم معاملات، بما أنه صحيحة لكل قيم x، معاملات أي أس للx على اليمين تساوي معاملات الx على اليسار. يعني لو قلت لك هيك ax زائد b x تربيع تساوي 2 x زائد 7 x تربيع مثلا، هاي مساواة. شو بتستنتج من هاي المساواة؟ انه معاملات الx على طرفي المعادلة لازم يتساووا، معناها ال a تساوي 2 وال b تساوي 7. طبعا تيجي بتحكي لي مش دائما صح، بتقول لي هاي معادلة تربيعية، بنقول هذا للجهة الثانية وبحل معادلة تربيعية بيطلع عندي جذرين، بيطلع ايش؟ نفس الجواب. صحيح، هذه المساواة اللي عملناها انه المعاملات متساوية للأسس نفسها، إذا قلت لك انه هذه العلاقة صحيحة لكل قيم X، لأن إذا حليتها معادلة تربيعية تكون صحيحة عند قيمتين للX، جذرين فقط. أنا بديها لكل قيم X، معناها كل أس على طرفي المعادلة المعاملات يجب أن تتساوى. يجب ماذا؟ أن تتساوى. تمام؟ تمام دكتور. طيب. بس بعد إذنكم بس ثانية واحدة أشوف هذا ابني بس دي. تمام، إذا وضحت الفكرة اللي بحكي عنها. طيب إحنا عندنا هون أصبح عندي x قوة n زائد 1، والهون n من الواحد، خلينا نحط ال n يساوي 1. شو بطلع عندي هون الأس؟ x قوة 0، شو الحد اللي معه؟ a 1 وال n 1. طيب من الجهة الثانية بدي أحط ال n يساوي 0، شو بيعطيني؟ x قوة 1. شو المعامل من جنبه؟ 2a1 2a0. هل يوجد من الجهة الثانية إشي x قوة 0؟ لا يوجد، يعني ما في عندي هون x قوة 0 بالطرف الأيمن، وبالتالي a1 يجب أن تساوي 0. نوضحها أكثر، خلينا نفك هاي المتسلسلة، نفك المتسلسلة الموجودة. عندنا الحد الأول بيعطيني A1 X قوة 0 زائد الحد الثاني، حط N يساوي 2 يعطيني 2 A2 X قوة 1. الحد الثالث يعطيني، حطينا إيش؟ 1 2 الآن 3 يعطيني 3 A3 X قوة 2. X قوة كم؟ 2 صح؟ 2 زائد إلى آخره. طيب تساوي من الطرف الثاني، هيها حط الآن من الصفر هون بعدي بيعطيني 2 A0 X قوة 1. بدي أمسحها وأكتبها بشكل أحسن، خلي لها فراغ شوي. شو قلنا الحد الأول بيعطيني 2 A0 X قوة 1 زائد اللي بعديها، حط الآن يساوي 1 يعطيني 2 A1 X قوة 2 زائد إلى آخره. الآن ما في عندي حد هون X قوة 0 زي الموجود هون، ليش؟ لأن الآن تبدأ من صفر، بس فيش عندي هون إيش؟ X قوة N زائد 1، معناها الحد الأول زي كأني بحكي مش موجود، لأن ما في عندي هون A1 X قوة 0. لو بتكتب هون زائد
اكس هو زيرو، شو لازم يكون المعامل من جنبها؟ صفر، مش موجود. هلا الان بساوي المعاملات، يعني انا بدي اتخيل انه هذا الحد اكس هو زيرو، ما في من الجهه الثانيه شيء اكس هو زيرو، معناها المعامل اي واحد للاكس هو زيرو يساوي معامل اكس زيرو من الطرف الايمن اللي هو صفر، اللي بتعطينا هاي. الان معامل اكس قوى واحد، في عندي اكس قوى واحد من الجهه اليمين، نعم، اذا 2 اي زيرو شو بدها تساوي؟ 2 اي 2، معناها 2 اي 2 بدها تساوي 2 اي زيرو. شو بستنتج من هاي؟ انه اي 2 تساوي اي زيرو. هاي اللي بعدها 3 اي 3 تساوي هاي المعامل اكس قوى 2، اكس قوى 2 وشو يعطيني؟ 2 اي 1، 2 A1. طب معناها A3 تساوي 2 على 3 A1، بس لكن شو A1 قيمتها؟ صفر، فلذلك A3 شو بتعطيني؟ صفر. لأن بعديها راح تستنتج بنفس الطريقة، لو أخذت الحد اللي بعديه هون والحد اللي بعده هون راح تستنتج إنه A4 تساوي نص A0. بالنهاية راح تستنتج إنه الـ AN إذا الـ A1 A3 A5 A7 A9 إلى آخره، إذا كانت الـ N odd راح يعطيك صفر دائما. ليش؟ لأنه كل واحد يكتبه بدلالة A1. بينما إذا الـ N even زي A2 A0 A2 A4 زي هاي كلهم بنكتبوا بدلالة A0، قلنا بالنهاية بنكتب دلالة ثابت. إذا من الرتبة الأولى بدلالة ثابت واحد، من الرتبة الثانية بدلالة ثابتين A0 A1، معناه راح تستنتج انه A0 هي نص، عفوا A4 هي نص A0. فكشكل عام راح تستنتج انه القاعده انه AN تساوي 2 على N AN minus 2. تأكد منها، اعمل الحد اللي بعده وشوف هل ينطبق على هاي القاعده ام لا. يعني هون حط A4 هي 2 على 4 اللي هي نص، اللي هي اللي هي 4 ناقص 2 اللي ايش بيعطينا؟ 2 A2 وهكذا. اذا هيك انت بتكون توصلت للقاعده هاي العامه، هيك حسبنا قيم الاي ان، هذا اللي بنيه. فذاك الحل عندي بالنهايه واي هو اي 0 اكس قوى 0 اللي هي 1 زائد اي 0 اكس ربيع، فقط الحدود اللي بتكون للقوه ايفن اللي بضلوا عايشين، والباقيات ايش؟ بموتوا بسبب انه ايش؟ انه اي 1 اي 3 اي 5 كلهم 0. فبالنهايه بتعوض بدلاله الثابت A0، يعني A2 هي A0، الان A4 اللي هي A0 على 2 نكتب على شكل 2 فاكتوريال عشان نوجد قاعده عامه. كشكل عام عند الحد 2M راح يطلع لنا A0 على M فاكتوريال. فهي بالنهايه المتسلسله تاخذ الشكل الاتي. هيك حصلنا على الحل لهذه المعادله التفاضليه باستعمال المتسلسلات كمتسلسله. واضح؟ واضح. You have to do this يعني by yourself step by step at home، يعني لازم تعملهم بالبيت شوي شوي بيدك عشان ايش؟ وتفهم شو تفاصيل الحل، لانه اللي بعديه بده يعتمد عليه. تفضلي. ايش سؤالك؟ حدا كان بده يسأل؟ طيب. الان عادة مش راحين نتعامل مع معادلة تفاضلية فقط من الرتبة الأولى، وإنما من الرتبة الثانية. هاي الحالة شو بيختلف عن المثال اللي قبله؟ إنه هذا من الرتبة الأولى في حدين، بينما من الرتبة الثانية راح يكون عندك أكثر من حد بالمعادلة وأكثر من متسلسلة. فراحين نحتاج لإشي بنسميه كيف نجمع two power series، كيف نجمعهم؟ حتى المثال السابق بنقدر نعمله، ولكن عملناه احنا بشكل مبسط. تجمع متسلسلتين معا على سبيل المثال، هاي هذا مثال بدنا نوضحه مشان اللي بعديه بيعتمد على هاي الفكره. الان بدي اجمع هذول المتسلسلتين ببساطه. اذا شو اللي اول شغله لازم نطلع عليها؟ اللي هو العداد، الاندكس، running index. إندكس اللي هو العداد اللي عندنا أو الإندكس. إذا كانوا نفس القيمة لهم، طبعاً بداية والنهاية مهم، نفس القيمة ببساطة بحط مجموع وأي شيء جويتهم
نجمعهم بشكل حد باي حد تيرم باي تيرم، ما فيش مشكله بكون. ولكن وين تكون المشكله اللي راح تصير تواجهنا؟ هي طبعا ليست مشكله، يعني المساله اللي راح تصير تواجهنا لقدام انه اذا كانت عندي البدايات مش نفس الشيء، يعني هاي الان من اثنين، هاي الان من الصفر، شو بدنا نعمل بهاي الحاله؟ نعمل شيء بنسميه ازاحه المؤشرات، شيفتنج ازاحه للمؤشرات. يعني هذا كان يبدا من اثنين بخليه يبدا من صفر، او العكس، هذا الان بيبدا من صفر بخليه يبدا من اثنين. بسيطه جدا العمليه هاي. شو العمليه مسميها الازاحه؟ شيفت انديسيز المؤشرات، جمع انديسيز، هي جمع مين؟ اندكس المؤشر، هذا انديسيز جمعهم او اندكسيز بيصير ثنتين. طيب ناخذ المثال اللي امامنا هون، ايوه هذا اللي قبل شوي كتبته فوق، بدنا نشوف كيف بدنا نحوله نجمعهم مع بعض. في عدة طرق طبعا، في عدة ايش اساليب كيف نبدا ونعمل ونخليهم بنفس المتسلسلة، يبدو من نفس المتسلسلة. شو ما عملنا بهذا المثال؟ طلعنا هذا في المتغير x تبدأ من n يساوي 3، زي كأني طلعت الحد الأول، تمام؟ الحد الأول حط ال n يساوي 2، طلع 2 في 2 ناقص 1، 2 في 1 في a ل 2 في x قوة 2 ناقص 2 x 0. شو صارت المتسلسلة؟ تبدأ من 3. هاي المتسلسلة خليتها زي ما هي بعدني. طيب لان شو بعديها بعمل؟ بدي احولهم زي بعض، باجي بتطلع على الاسس او العدادات اللي عندي. الان بخلي الك تساوي ان ماينس 2، حتى هاي الخطوه اللي هون ما في داعي لها، يعني ممكن نعملها بشكل اسهل واحسن. الان بنطلع على الان ناقص 3، شايفينها؟ الـ n تساوي 3، هذا العداد الأول. الثاني n يساوي 0. إذا بنخلي هذا يبدأ من الثلاث، عفواً الـ n يساوي 0 يبدأ من الثلاث، معناها لازم أزيح المؤشر اللي عندي هون. خليني أوضح لكم بس شغلة بالأول قبل ما نحكي عن هذا الحكي. افترض أنه عندي هاي المتسلسلة، مجموع an x قوى n من n يساوي 1 أو من n يساوي 0 to infinity. خلينا نفكها. مين بيحكي لي شو هي بتعطينا؟ تعطينا a0 x قوى 0 زائد a1 x قوى 1 زائد a2 x ربيع زائد الى اخره. احنا بالنهايه بيهمني هذا كيف شكله. هاي المجموع والعداد هو فقط اختصار للكميه اللي هون. بقدر اختصر هاي الكميه بشكل ثاني، اخلي العداد يبدا من الواحد عشان يعطيني نفس هاي الكميه. ايوه بس بهاي الحاله إذا حطيت الـ N واحد، شو بصير عندك هذا؟ A واحد الحد الأول. لذلك أنا شو بقول؟ هو N ماينس واحد X قوة N ماينس 1. خلينا نفك هاي المتسلسل، يعني أزحنا شفت هاي من N بديناها من واحد، بعمل إزاحة للـ N اللي هون والـ N اللي هون، للإندكس في كل مكان داخل المتسلسلة بمقدار واحد. خلينا نشوف، نفك المتسلسلة. حط N يساوي واحد، شو بيعطيني؟ A واحد ناقص واحد A زيرو. x هو 1 ناقص 1 x 0 زائد حد اللي بعدي n يساوي 2، 2 ناقص 1 1، معناه a1 x هو 2 ناقص 1 1، اللي بعدي a تربيع x تربيع زائد الى اخره. معناه هذول المتسلسلتين شو مالهم؟ متكافئات، اصبحن متكافئات. شو عملنا؟ ازاحه للعداد، بدلا من ان يبدا من n يساوي 0 خلينا يبدا منين؟ من الواحد. طبعا مش عشوائيا، انا خليته هون اني واحد، لازم كمان اغير كيف الاعتماديه داخل المتسلسل على الان. هي بلغه ثانيه انا بدي اخليها تبدا من واحد، معناها الان عندي هاي بدي اخليها تصير عندنا ان، بسميها ان فتحه، بدي اغير عندي بدل من ان لان فتحه. الان هاي تبدا من الصفر، هاي منين تبدا؟ من الواحد. معناها شو هاي لازم علاقتها مع الان اللي قبلها؟ هي الان اللي قبلها بزيد لها واحد. اذا الان اللي بدي اللي عندي وين ما في ان بستبدلها
بان فتحه ناقص واحد، لان ان فتحه هاي بقدر اقيمها، هي فقط تسميه عشان تعرف تنتقل من مؤشر الى مؤشر ثاني. فذلك وين ما في عندي ان بستبدلها بان ماينس واحد. لغه ثانيه هسه ان زائد يساوي واحد، تخيلها زي كانه عندي ان ناقص واحد يساوي زيرو، جيب الواحد لهون. معناها وين ما في عندي ان بستبدلها، وين ما في عندي ان بستبدلها بان ماينس 1. هاي استبدلنا ان ماينس 1 ان ماينس 1. هذا الموضوع راح نستعمله لتوضيح المثال اللي امامكم هون عشان نتوصل للمحاضره السابقه القادمه كيف نحل المعادلات باستخدام المتسلسلات بالطريقه الاعمق شوي، ولحالات ادق من الحاله اللي اخذناها قبل شوي اللي نسميها فروبينيوس ميثود. اليوم بكتفي بالمحاضره لحد هون. اذا حدا عنده اي سؤال يسالني، والمحاضره القادمه ان شاء الله تعالى بنتابع نفس الموضوع. مين عنده سؤال؟ بتمنى انكم طلاب اللي بتدخلوا متاخرين، يعني اللي اجيتوا هسه قبل شوي، شو بتستفيدوا؟ لازم من البدايه على التسعة دقيقتين على الاكثر تكون داخل بالمحاضره، تمام؟ مش الكل اللي بيكون عنده ظروف يعني انه يتاخر لنص ساعه او لنهايه المحاضره. طيب كويس، خلاص ما دام ما فيش ولا اي سؤال بدي اوقف. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك ان شاء الله تعالى. نوقف التسجيل الان وان شاء الله تعالى نشوفكم يوم الاربعاء. راح احدد موعد لكويز قريبا ان شاء الله تعالى، ممكن الاسبوع القادم يكون بالماده اللي اخذناها قبل، يعني لحد محاضره اليوم. محاضره اليوم مش داخله الاشياء اللي اخذناها قبل، نعمل لك كويز يا يوم السبت يا يوم الاثنين، نحكي لكم يوم الاربعاء ان شاء الله بس نجتمع. تمام. السلام عليكم. يعطيك العافيه دكتور. الله يعافيك والسلام عليكم.